يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الحكم على الكافر المعين بأنه في النار لحديث إذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار إذا تيقنت تيقنا أنه قد مات على الشرك، فهل أحكم عليه بعينه؟ لكن وش يدريك أنه مات على الشرك؟ أنت تعلم الغيب، وإن كان هو عند الموت نطق بالشهادتين ومات على التوحيد. اليهودي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر فقال له قل لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الصحابة أن يتولوا أخاهم وأن يكفنوه، وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فما تدري عن الخواتيم يا أخي، لكن نقول من فعل الكفر أو الشرك الأكبر فهو كافر أو مشرك، نحكم على الظاهر، أما البواطن فلا يحكم عليها إلا الله سبحانه وتعالى. ولا ندري بالخواتيم، ولا نحكم على معين أنه في جنة أو في النار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما أهل السنة والجماعة، أنهم لا يحكمون لمعين بجنة ولا بنار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذه القاعدة. نعم.